السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع ذكاء صناعي بيعمل لك الانتريو ديزاين. المختلف فيه ان هو مش معتمد ان انت بترفع له صورة، هو يبدأ ان هو يدرس الجريد او الخطوط بتاعتها ويبدأ ان هو يغير في الديكور. لا، ده انت بتكتب له، بتقول له تخيل الغرفة كذا وكذا وكذا وكذا، يبدأ ان هو يتناقش معاك وفي الاخر يديك اللي انت عايزه. تخيل، تمام. ممكن بعد كده تقول له لا، ده الكراسي دي حاسس انها مش مريح، هات لي كراسي مريحة. لا، الكنبة دي عايز لون تاني، وهكذا. اكتب له. طيب تعالى نشوف الفيديو. انت بتبدأ ممكن تديله صورة ويبدأ ان هو يعدل لك عليها، وكأنك بتتكلم مع شات جي بي تي. تكتب له لا، ده انا عايز اغير كذا، عايز اغير كذا، لحد توصل اللي انت عايزه. مثلا انا عايز تغير لي الكراسي ديت، عايز تغير لي الترابيزه، عايز تغير كذا. فحاجه جميله جدا. طيب نجرب. هو بيقول لي دلوقتي اعمل ساين اب وهنبعت لك ايميل، يعني ان انت اول ما يسمح الناس كلها تشاركهم في كل فتره شويه. يعني انا دلوقتي على الويت ليست، هيبعت لي ايميل ان انا ابدا ان انا ايه اشوف الحاجه. ففكره مختلفه، وان شاء الله اول ما ينزل نعمل عليه فيديو. فاشتركوا في القناه.